الوقفة اليوم هي وقفة ديال أطر التوجيه والتخطيط من أجل تنزيل المادة 76 من النظام الأساسي، بحيث أن هذه الأطر ديال الوزراء اللي دائما كتبقى القضايا المتعلقة بملفهم المطلبي ومتعلقة بهم كتبقى هي آخر ما يحسموا فيه، سواء تعلق الأمر المادة 76 حيث بقيت متأخرة وبقى الحوار متعسرا منذ 2023. احنا عطينا الوزارة واحد المهلة زمنية لمدة 6 شهور تقريبا بعد ما صدروا كل القرارات وكل المراسيم، وراعينا أن هناك مجموعة من الفئات ومجموعة من القرارات اللي عندها أولوية راعيناها، ولكن تبين لنا بأن الوزارة لازالت تتلكأ في إصدار القرار الخاص بالتكوين ديال الإدماج ديال هذه الأطر كما تنص على ذلك المادة 76. لهذا أعطينا خرجنا بالبيان ديالنا نهار 4 يوليو، وعطينا الوزارة مدة ديال شهر على أساس أنها تخرج المشروع ديال القرار الخاص بالتكوين، خاصة وأن الفوج الذي يجب أن يدمج سنة 2024 خصو يدير التكوين ديالو في سنة 2024، وكذلك أن وزارة المالية ما عندهاش مشكل في الإدماج، بحيث في الاجتماع ديال 10 دجنبير والاتفاق ديال 10 دجنبير وفي الاجتماع ديال 26 دجنبير أكدت بأنها مستعدة لإدماج 750 من هذه الأطور في إطار مفتش. ولكن نحن الآن نتساءل لماذا يبقى هذا الملف ديال هذه الفئة ديال أطر التوجيه والتخطيط رغم الدور الريادي الذين يقومون به داخل المنظومة، كيبقى دائما القرارات التي تخصهم والتي تخصهم الفن المطلبي هي الأخير، وهذا ما دفعنا اليوم إلى الاحتجاج كما قلت بعد 6 شهور من الانتظار، ومن بعد ما أعطينا الوزارة كذلك شهر من تاريخ صدور البيان ديالنا اللي كان في 4 يوليو 2024. إذن هذه محطة أولى، وسنستأنف الموسم الدراسي بمحطات نضالية أكثر تصعيدا من أجل الدفاع على المطالب ديال هذه الفئة التي يريد البعض داخل الوزارة تهميشها وإقصائها. كنحضروا في هذه الوقفة في هذا النهار في آخر يوم في شهر 7 نظرا للاحتقان اللي حاصل في الفئة ديالنا وتماطل الوزارة لتنزيل قرار ديال التكوين. هذا القرار ديال التكوين استجابة وانسجاما مع المادة 76 في النظام الأساسي ديال التعليم اللي خرج هاد السنة في 2024، كيقول هاد المادة كتقول بأن من حقنا باش نغيروا الإطار من مستشار في التوجيه أو التخطيط إلى مفتش في التوجيه أو التخطيط. خص القرار ينزل الوزارة لحدود الساعة، يعني 6 شهور ديال الانتظار مازال ما خرجت القرار ديال التكوين. حنا خرجنا دابا باش نسمعوا الوزارة ونقولوا الوزارة تحمل مسؤوليتها كما تحملنا المسؤولية ديالنا عبر حوارات وعبر انتظار وعبر صبرين. كنقولوا هذا الشهر لحدود الساعه القرار ديال اللي غادي ينظم التكوين، والتكوين على الاقل يعني خص واحد العدد من الساعات، يقدر يكون شهر شهرين ثلاث شهور، وبعده غادي يكون واحد التقرير. والعلم ان الماده كتقول الماده 76 كتقول باننا خصنا نستافدوا يعني باثر رجعي مادي واداري من 1/1/2024. حنا دابا بقات لنا واحد 4 شهور يسالي 2024، ولحدود الساعه القرار ديال التكوين باقي ما خرج، رغم اننا مدينا الوزاره بمقترح ديال التكوين، ولكن الوزاره مازال ما دارت لنا حتى شي حاجه. لذلك خرجنا باش نسمعوا الصوت ديالنا، باش نقولوا للوزاره تحمل مسؤوليتها كما تحملنا حنا المسؤوليه ديالنا. حنا هنا باش نطالبوا بتفعيل الماده 76 اللي جا بها النظام الاساسي، وبالاخص اخراج مرسوم التكوين لتغيير الاطار اللي هو حق مشروع، وحنا هنا كنطالبوا به الاحتجاج، لان بقاو غير الهيئه ديال التوجيه والتخطيط اللي ما تمش التفعيل ديال القرارات ديالهم، باقي الهيئات كلها تم التفعيل ديال القرارات ديالها وخرجت الى ارض الواقع، بقى غير القرار ديالنا حنا ديال التكوين الوحيد، وما فهمناش علاش هذا التاخير، هذا ما فهمناش السبب. واش المستشار سواء ديال التوجيه او التخطيط مقصود؟ الله اعلم. حنا هنا تنحتاجوا باش يتم الاخراج ديال القرار ديال التكوين بالمركز ديال التوجيه والتخطيط الى حيز الوجود، هذا علاش هنا تنحتاجوا.